دكتاتوريا صدام واضحه وما اعتقد احد ينكرها، بس ارجو ان يكون واضح. ضحايا صدام واضحين كثر، ارجو يكون واضح. نعم. عندك نعم. انا لا ادافع عن نهج صدام، زين. انا تركت العراق وصرت معارض لنظام صدام حسين، وانا عندي دخل بمئات الالاف شهريا واعيش افضل ايام حياتي، وتركت كل شيء حتى ما انطي انطباع اني ساغادر، وفي اليوم الثاني قررت ان اكون معارض. انا اكثر واحد كشف افعال صدام، وقد اكون واحد من قلائل من خارج دائره اقرباء صدام والمقربين يعرف عن الجرائم اللا اخلاقيه التي ارتكبها صدام شخصيا. وانا لا اجمل افعال صدام، لا من حيث السلوك، لا من حيث الغدر بالرفاق، لا من حيث الاعتداء على الأعراض، لا من حيث الاعتداء على الناس، لا من حيث وسائل الانتقام، لا من حيث التعذيب، ولا من حيث قتل الخصوم. أنا لا تخليتني في موقف أكو تناقض. هذا هو مش عارف. لا ما أكو تناقض. ما أكو تناقض أبدا. شلون أنت تترحم على واحد تعتبر؟ بس أرجوك رجاء، أنا كنت أواجه شخص طائفي اسلوبه قذر. صادق 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 تتكلم. صادق. نعم. على المقابله، على المقابله مالتي. نعم. اواجه شخص طائفي. نعم. بذيء الالفاظ. يتكلم بلغه طائفيه وسخه تمس حتى الهويه والمقدسات. لم يكن امامي خيار الا ان ارد وان اردع وبما يوجعه، وربما لو يعاد بي الزمن لكان موقفي اكثر تشدد بصراحه اقول لك. ولكن صدام المعدوم الذي نفذ به الإعدام بالعيد، زين، ولم ينل محاكمة عادلة، ولم ننال نحن ضحايا صدام. أنا صدام أعدم شقيقي، أنا كنت أتمنى وأعدم الكثير من أقاربي، كنت أتمنى أن يحاكم صدام عن أقواله عندما يقول أني أذبح 100 200 1000 5000 10000 إذا هم أعداء الثورة. صحيح. عند تسجيل صوتي. صحيح. صحيح. تمام. أنا كنت أتمنى أن يحاكم صدام على هذه الواقعة، وأن لا تختزل معاناة العراقيين والظلم الذي تعرض له وعمليات القتل بقضية واحدة، إلا وهي قضية الدجيل. بس